السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود أحمد. في الفيديو ده إن شاء الله هنبدأ نكالة المشروع بتاعنا اللي هو الإي كوميرس، وبعد كده نبدأ ندخل بقى ونشوف الأبس بتاعتنا ونشوف الشغل اللي إحنا نبدأ نعمله مع المشروع. أنا هفترض إن أنت عندك الفيرشوال إنفايرمنت متسطبة، ونشوف دلوقتي إزاي بنقدر نتعامل معاها. لو أنت عندك أي مشكلة في الفيرشوال إنفايرمنت هتفتح الموقع بتاعي codeforlearn.teachhub.com، وبعد كده هتروح للمدونة هتلاقي مقال بيتكلم عن Virtual Environment بالتفصيل، ازاي تستخدمها على Windows ولينكس ومفهوم ال Virtual Environment وكل حاجة، وهتلاقي كمان لينك الفيديو اللي موجود على القناة اللي بيشرح ال Virtual Environment. تمام، هفتح التيرمينال في مشروع شغال. تمام، ركز معايا، كبر الخط بتاعه شوية عشان يبقى واضح. الفولدر اللي فيه اللي هنكريت فيه المشروع فولدر اسمه توتوريالز موجود على الديسكتوب، فاروح للديسكتوب. تمام، طيب انا كده رحت للديسكتوب، عايز ادخل الاقي جوه الديسكتوب فولدر اسمه توتوريالز، همسح الشاشه ادخل جوه التوتوريالز، هعمل ال اس، الاقي ان انا عندي ثلاث فولدرات ما يهمنيش دلوقتي، عايز اكريت فيرشوال انفايرمنت. ركز معايا في الستاندرد اللي انا ماشي بيه، الستاندرد اللي انا ماشي بيه تبع الدوكيومنتيشن، وهو اسهل ستاندرد تمشي بيه لما تيجي تكريت مشروع، لما تيجي تعمل ديجانجو في وقت الديبلويمنت، يعني لما تيجي تعمل ديبلويمنت ده بيبقى اسهل طريقه او افضل طريقه ليك. تاني حاجه او تالت حاجه هو افضل طريقه لما تيجي تعمل باكج، يعني لما تيجي تحول، لو انت عملت مثلا بلوج بالفلترز بكل حاجه فيه وعايز تعملها باكج، تبقى اب موجود وناس تسطبه، اي حد موجود يسطبه وكل حاجه زي الباكج اللي احنا بنشوفها على الجيت هاب او اللي احنا هنتعامل معاها كمان في الكورس، فيبقى ده الستاندرد المفروض تمشي عليه. تمام، طيب هعمل ايه؟ هقوم قايل فيرتشوال انف، هقوم قايل داش بي عشان اقول له ان انا هشتغل بانهي اصدار من بايثون، واعمل له بايثون 3.6، يعني انا هشتغل باصدار بايثون 3.6. حلو؟ حلو. ايه اللي انا محتاج اعمله تاني؟ محتاج اقول له اسم الفيرتشوال انفايرمنت، اسم الفيرتشوال انفايرمنت سميه باسم المشروع. يعني ايه؟ يعني انا عامل المشروع ده اسمه سوق، فاسمي الفيرتشوال انفايرمنت سوق كده اس كابيتال وبعد كده ستور، اسم سوق ستور. حلو، بعد كده انتر. يبدا دلوقتي كاريت الفيرتشوال انفايرمنت. تعال الاول نفتح الفولدر، الفولدر اهو كاريت فولدر اسمه سوق ستور اهو، هو دلوقتي خلص. تعال كده ندخل جوه الفولدر هتلاقي الفيرجوال انفايرمنت موجوده. طيب تعال ندخل جوه الفولدر من هنا سي دي، وبعد كده نعمل سوق ستور ودخلت. تعال نمسح الشاشه كده، دخلت جوه الفيرجوال انفايرمنت. هعمل ايه؟ هفعل اعمل سورس وبعد كده بن سلاش اكتيفيت واستخدم التاب عشان يسهل عليك. دلوقتي انا فعلتها بدليل ان سوق ستور ظهر قدامه. حلو، هعمل ايه؟ هكريت فولدر هو ام كي داير، وهم مسمي الفولدر ده اس ار سي وكلها سمول. حلو، للتسهيل بس انتر. كريت الفولدر، هدخل جوه الفولدر سي دي اس ار سي، بقيت انا جوه الفولدر دلوقتي اللي اسمه اس ار سي. تمام، تمام. طب انا دلوقتي عاوز اكريت باب بروجكت بجانجو، هعمل ايه؟ اكريت البروجكت. بس سؤال، لو احنا عندنا اصلا باكجز متسطبه دلوقتي حاليا على الفيرشن انفايرمنت، هتقول لي مش عارف، اقول لك طب باب فريز بيظهر لنا كل الباكجز، اضغط انتر مفيش اي حاجه ظهرت، يبقى انا ما عنديش ولا مكتبه موجوده. طب عاوز اسطب ديجانجو عادي، باب انستول ديجانجو، بعد كده يروح على الانترنت يحمل ديجانجو اخر فيرجن موجود اللي هو 2.1.4 وبعد كده يسطبه. وطبعا ديجانجو بيسطب مع البي واي تي زد عشان خاطر الوقت وكده، بس كده كده ديجانجو اتسطب، بس كده ديجانجو اتسطب. تمام، تمام. لو ده لو انا عملت باب فريز زي ما انا كنت عامل، هلاقي اتنين باكجز دول ظهروا لي، ديجانجو والبي واي تي زد. كويس جدا. عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اكريت بروجكت بجانجو. انا دلوقتي واقف جوه فولدر اس ار سي، يعني واقف هنا جوه الفولدر اللي انت شايفه فاضي ده. طيب لو انا كريت بروجكت بالطريقه العاديه، تعالى نكريته ونشوف. نقوم قايلين ديجانجو ادمن، بعد كده نقول له ستارت بروجكت، وبعد كده نسميه، انا في كل الشغل بتاعي بسميه اسم بروجكت. طب ليه؟ هقول لك بعد شويه، بس تعال الاول نشرح الحته دي. هسميه بروجكت وبعد كده انتر، هيعمل ايه؟ كاريت بروجكت. بس الفكره في ايه دلوقتي؟ كاريت فولدر اسمه بروجكت وادخل جواه الاقي المشروع. يعني انا دلوقتي عشان ادخل على المشروع انا واقف جوه الفيرشوال انفايرمنت، ادخل على الاس ار سي وبعد كده الاقي بروجكت، ادخل عليه ولا ايه ده؟ انا مش عاوز كده، كده عملنا فولدرات كتيره جدا، فانا ادخل وامسح ده. حلو،
وانا عاوزه يكري المشروع جوه هنا على طول، ما يكريش فولدر. فاعمل ايه؟ انفذ امر زي ما كان، وبعده اقوم عامل مسافه دوت، معناه كريت للمشروع في المسار اللي انا واقف فيه، بقوم ضغط انتر. شوف على طول كريت المانجد بي واي والفولدر بتاع المشروع. فيبقى انا دلوقتي دخلت الفيرشوال انفيرمنت الاس ار سي جواها المشروع على طول كده. كويس جدا. طيب يبقى دي حته الدوت عشان يكريت المشروع في المكان اللي انت واقف فيه. نيجي بقى للسؤال، ليه بتسمي الفيرشوال انفيرمنت، ليه بتسمي يعني الفيرشوال انفيرمنت من بره مسمينها سوق ستور زي ما انت عاوز، اهو اسم الفيرشوال انفيرمنت، لكن ليه بتسمي البروجكت باسم بروجكت؟ هقول لك على حاجه. دلوقتي بفرض انا مثلا عملت 10 مشاريع بجانجو، تمام، واحد فيه بلوج، واحد فيه بروفايل، واحد فيه اي كوميرس صغير، واحد فيه مش عارف حاجه خاصه بالسبسكريبشن شهري، حاجه خاصه بالفيديو ابلود بيرفع فيديوهات وكده، وجيت اعمل مشروع تاني ولقيتني مثلا استخدم البلوج. طب ليه انا اروح انا كاري بلوج واعملها هارد كود واكودها من الاول؟ طب ما انا ممكن اخدها انسخ الفولدر اللي هو الاب الكامل بتاع بلوج من المشروع التاني واحط هنا على طول، بس وقتها مش هيشتغل. ليه؟ لان المشروع ده باسم والمشروع ده باسم، فالاب مش هيشتغل لان هو معتمد على الاسم بتاع المشروع اللي هو اتكريت فيه. طب الحل، سمي كل مشاريعك باسم بروجكت، وقتها لما تحس تنقل اي اب من مشروع لمشروع كل عليك انك تاخده كوبي بيست وتربط اليو ار ال والتمبلت او الستاتيك فايلز وخلاص، ويبقى كده اشتغل. فدي سبب ان انا شغال ببروجكت. طيب كده اتسطب اهو. حلو. طيب تعال نفتح كروم، وتعالى هنا احنا دلوقتي سطبنا المشروع موجود، نعمل ال اس اللي هي موجوده مانج وبروجكت. تعال رن السيرفر بايثون مانج دوت بي واي، وبعد كده رن سيرفر. هيبدا دلوقتي يرن السيرفر، بيقول لك اول حاجه تلاحظها هو كريت سيك والله داتا بيس، وهنتكلم عنها بعدين. وكده كده احنا هنشتغل على بوست جرين ان شاء الله، بس وقت ما نيجي نعمل برودكشن، لكن في الشغل العادي الديفلوبمنت بنشتغل على سيكوال لايت عادي. طيب بقول لك اول حاجه خالص في كام سطر كده ظاهرين بالاحمر، تعال نبص عليهم. بقول لك يو هاف، انت عندك 15 ان ابلايد ميجريشن، والمشروع بتاعك ممكن ما يشتغلش كويس، وعشان تطبقهم محتاج ان انت ترن الامر ده بايثون مانج ديبوي ميجريت. ايه دول؟ جانجو كده كده اول، يعني جانجو لوحده بيعمل لك يوزرز، بيعمل لك جروبس، بيعمل لك شيتس سيشنز، بيعمل لك حاجات كتيره جدا. طب الحاجات دي موجوده كمودلز بس مش معمول لها ميجريشن، عشان تبقى موجوده عندك في الملف بتاع الداتابيز ده. فعشان يبقوا موجودين لازم انت تروح ترن الامر ده. طب لو انا ما رنتوش يحصل مشكله؟ لو حبيت تعمل شغل بعد كده يحصل مشكله انك تكريت يوزر مثلا. بص كده لو جينا كريت يوزر بايثون مثلا مانج بي واي، وبعدين اعمل له كريت سوبر يوزر، مشكله طبعا. ليه؟ لان الجدول ده مش موجود، بيقول لك نو سوتش تيبل الاوث يوزر، الجدول ده مش موجود، فهتعمل لك مشكله. طيب ده احنا المفروض نعمل ميجريشن. طيب قبل ما نعمل ميجريشن تعالى كده نبص على السيرفر، ده السيرفر لوبل عليه اهو 127001 و8000. تعالى ناخده كده ونروح هنا في كروم ونحطه وانتر. كده جانجو اتسطب معانا كويس جدا. جانجو فوق الريليز نوتس، الحاجات الحاجات الابديتس اللي موجوده في النسخه دي من جانجو اللي هي 2.1، وبعد كده بيقول لك ان هو اتسطب بنجاح، وعندك هنا الدوكيومنتيشن، وهنا البولينج اب، ده جانجو الديفلوبرز اللي عاملين الدوكيومنتيشن شارحينه، بيشرح في البيزكس وكده، ويفضل ان انت تقراه. وده الجانجو كوميونتي اللي عايز تشوف الجديد الابديتس، اي باج بتحل اي حاجه هتلاقيه موجود فيه. طيب نيجي بقى عايزين نعمل نرن الميجريشن دي، فهعمل ايه؟ تعالى اول قبل ما نرنها نفتح الداتا بيز اللي موجوده دي اللي لسه كريتد. هعمل سيكوال لايت، انا مسطب برنامج اسمه براوزرز خاص بالسيكوال لايت، اسمه سيكوال لايت براوزر، تقدر تحمله عادي بحسب ان انت تقدر تبص على الداتا بيز من وقت للتاني. تحمله ازاي؟ جوجل اهون، وبعد كده اكتب سيكوال لايت براوزر وادخل على اول لينك هتلاقيه موجود اهون، تعرف تحمله عادي للويندوز، وفي النسخه الخاصه بالماك وفي اللينكس كمان السورس. طيب محتاج اعمل ايه دلوقتي؟ محتاج افتح الداتا بيز اللي موجوده دي، هعمل اوبن داتا بيز، واروح للتوتوريالز، واروح للسو ستور، واروح للاس ار سي، هلاقي الداتا بيز بتاعتها دي بي دوت سيكوال لايت 3. افتح، لو لاحظت التيبلز زيرو، مفيش اي حاجه خالص. طيب تعال نقفلها، وبعدين تعال نوقف السيرفر وتعالى نكتب الامر ده. بص انا هاخده كوبي عشان بس اعرفك ان هو شغال، لكن كده كده انت مع الوقت هتستخدمه. كده كده في 95% من الحالات لما بيبقى في مشكله في الجانجو او بيبقى فيها انت ملحوظه معينه بتلاقيه قايل لك الحل فعلا موجود في التيرمينال او موجود على المتصفح، يعني هو ده جانجو بيعت لك الحل. لكن في بعض الحالات الرخمه اللي هم حوالي 3 4% او 5% الرخمه اللي ممكن يحصل مشكله والجانجو ما يظهرلكش، فانت تاخد منك وقت شويه على المجال. طيب هنعمل اهو بايثون مانج ديبوي ميجريت وضغط انتر.
قالوا لك ابلاينج ميجريشنز وعملهم كلهم. طيب كده لو رميت السيرفر هيرن عادي، بس تعال الاول نفتح الداتا بيز اللي احنا كنا فاتحينها من شويه. هعمل اوبن واروح على التوتوريالز السوق ستور الاس ار سي واجيب دي بي دوت سيكوالايت. شايف بقى في 11 تيبل اتعملوا من غير احنا لسه ما عملناش اي حاجه، بس دول جانجو عملهم لوحدهم. عندك الجروب والجروب بيرميشنز، وعندك الاوث بيرميشن اللي هي بيرميشن خاصه باليوزر، والاوث يوزر، والاوث يوزر جروبس، والاوث يوزر يوزر بيرميشنز، الجانجو ادمن لوج، والكونتنت تايب، والميجريشن، والسيشن، والسيكونس. لو جيت براوز داتا مفيش اي حاجه، داتا لسه موجوده خالص. طيب تعالى نقفل كده، وتعالى كده نكريت سوبر يوزر، نعمل كلير ونكريت سوبر يوزر، نطلع لفوق نجيب نفس الامر اهو، نضغط انتر. هقولك اليوزر نيم اللي موجود حل الديفولت ماك بوك اللي هو اسم الجهاز. لو انت عايز تكتب حاجه تانية عاوز اكتب، عاوز تسيبها زي ما هي ماك بوك سيبها، نضغط انتر. الايميل بتاعك اكتب الايميل بتاع بايثون ديفلوبر 6@gmail.com، مفيش اي مشكله خالص. الباسورد عملهم من 1 لـ7 وهي حرف الايه، ومن 1 لـ7 حرف الايه. حلو، بقول لك الباسورد ده تو كومن، عاوز تكمل بيه وخلاص هنقول له يس، وبعد كده خلاص كده احنا كريتنا سوبر يوزر كريتد سكسسفولي. طيب تعالى كده نرن السيرفر هيرن اهو. حلو، طيب تعالى كده نفتح الداتا بيس تاني، نعمل اوبن ونروح لل توتوريالز ستور اس ار سي، بعد كده الداتا بيز. حلو، هروح على البروز داتا اجيب اليوزرز بقى فيه اهو. شايف الباسورد معمول له انكريبشن ازاي؟ ده الباسورد اللي انا كتبت له من 1 لـ7 بعد كده حرف الايه، انت متخيل؟ وده اليوزر نيم ماك بوك، وخد بالك كتب الايميل بتاعه اهو، وبعد كده خد بالك از ستاف بواحد، يعني انا فعلا ستاف از اكتب بواحد، والديت جوين ده الديت اللي انا عملت فيه، واللاست نيم لسه مش موجود. طيب اقفل. ليه دايما انا بقفل الداتا بيز كله شويه؟ عشان ممكن يعمل لك مشكله اقول لك الداتا بيز لوج لان انت مستخدمه. طيب محتاجين نعمل ايه دلوقتي؟ تعال نروح للسيرفر، اجي هنا هكتب اللوكال هوست وبعد كده سلاش ادمن، الاقيه فتح لي الادمن. محتاج ادخل اليوزر نيم والباسورد اللي انا لسه عاملهم من شويه بتوع السوبر يوزر، فانا خلاص مكتوبين اهو، هعمل لوجن هيفتح على طول. ده الجانجو ادمنستريشن، بعد كده نغيرها ونسمي زي ما احنا عاوزين، وانا ويلكم ماك بوك. ده لو عايز تبص على الموقع تشينج الباسورد او تعمل لوج اوت. وده ريسنت اكشنز اللي هو لو انت ضفت اي حاجه او عدلت اي حاجه بتظهر هنا. وجانجو الواحد عامل لك يوزرز وجروبس، لو دخلنا بصينا على كل واحده فيهم، عندك في اليوزرز مفيش غير الماك بوك اللي موجود اللي هو اليوزر اللي عاملينه، والجيميل هو ستاف ستيتس، وفي فلتر موجود اهو عندك ان انت تقدر تضيف يوزر. المعلومات الخاصه بيا اغلبها فاضي، عندك الفيرست نيم واللاست نيم فاضيين. طيب اقدر من هنا لو في جروب متكريته، طب ايه فايده الجروبس؟ ان انت مثلا عايز تطبق اي بيرميشنز، اي مجموعه من البيرميشنز على فئه معينه من الناس، تبدا تكري الجروب باي اسم وتحدد البيرميشنز اللي انت عاوزها توديها هنا او هنا او هنا زي ما انت عاوز، وبعد كده تجي هنا من اليوزر وتحط تدخله في اي جروب انت عاوزه، او انك تحدد له البيرميشنز بنفسك. تمام، طيب كده خلاص جانجو عندنا اتسطب. شفنا بص على الداتا بيز، شفنا بص على الادمن بانل، وشفنا بص ازاي نكريت سوبر يوزر. من اول الفيديو الجاي ان شاء الله نبدا نكريت البروجكت، نكريت الاب بتاعنا، ونبدا ندخل في التفاصيل ونكريت المودلز وكل حاجه. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. كان معاكم محمود احمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.